إذن معنا من العاصمة الأردنية عمان سركيس شبريان، وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا سركيس، و يعني لعلك تتابع الله يسعد أوقاتك أن كورونا هي الشغل الشاغل الآن للعالم، وهي مصدر القلق والتخوف والتهديد، ورأينا كيف أن الأسواق العالمية أسواق الأسهم تتداعى لهذا الفيروس والسلع كذلك والخدمات. إلى أي مدى في تقديركم أن هذا التأثير سيكون مستمر على ذات الوتيرة، أو ربما يعلو بعلو عدد الإصابات وانتشار الفيروس خارج البر الصيني؟ بالنظر إلى أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بدأ هذا الوباء في الصين، سنلاحظ ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80,000 حالة. لكن أيضا أحب أن أنظر إلى عدد الحالات القائمة، وهي الحالات التي يتم فيها استثناء الحالات المغلقة، إما الحالات التي شفيت أو الحالات التي توفيت. فألاحظ هنا أيضا انخفاض ملموس في أعداد الإصابات القائمة من مستويات أكثر من 58,000 حالة خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات حول 49,000 حالة لهذا اليوم. وهذا من وجهة نظري أرى أنه شيء مطمئن بعض الشيء، وهذا يؤكد تصريحات من منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جدا أن نطلق على المرض على أنه وباء عالمي، وبالتالي ربما ستكون تأثيرات هذا المرض محدودة نسبيا على الأسواق المالية ضمن فترات زمنية محدودة، حيث أن التأثيرات نلاحظ أنها كانت كبيرة جدا يوم أمس، وشهدنا انخفاض ملموس في أغلب أسواق الأسهم حول العالم. لكن هذا اليوم سرعان ما شهدنا محاولات لتعويض بعض الخسائر التي تحققت أمس. لا أستثني ولا أستطيع أن أؤكد بأن انتهاء الاتجاه الهابط قد تم، لكن في نفس الوقت أن التأثيرات الهابطة في أسواق الأسهم والعائد المرتفع ربما تكون محدودة نسبيا قبل عودة الاتجاهات الصاعدة العامة التي شهدتها مؤشرات الأسهم منذ سنوات والتي ما زالت مستمرة حتى الآن. فالانخفاضات التي تشهدها الأسواق المالية حاليا تعتبر تصحيحات استحثها انتشار فيروس كورونا. نعم سيد سركيس، طبعا يوم أمس راقبنا أسعار الذهب وكانت قد وصلت الأونصة يعني إلى نحو ألف، يعني وصلت إلى مشارف إلى 1700 دولار. اليوم عادت وتقلصت هذه الارتفاعات وعدنا لمستويات يعني كأنها مستويات الأسبوع الماضي. هل فعلا المخاوف انحسرت وهذا ما يعني ما دفع الذهب إلى التراجع، أو أنه كان مجرد تصحيح لهذه الارتفاعات الكبيرة؟ المؤثرات في أسعار الذهب متعددة وهي كثيرة، لكن من ضمن هذه المؤثرات المضاربة، وأفضل اليوم النظر إلى أحجام التداول في عقود الذهب الآجلة الأقرب تسليما خلال الشهر المقبل. فقد لاحظت يوم أمس ارتفاع كبير في أحجام التداول، لكن مع الانخفاض الذي حصل هذا اليوم لاحظت بأن أحجام التداول منخفضة جدا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مضاربات قامت بعمليات جني أرباح، تبعها أيضا عمليات مراكز بيع على المكشوف ضغطت على أسعار الذهب لتنخفض. فالاتجاهات الصاعدة ما تزال قائمة. لا أقول بأن تأثيرات فيروس كورونا فقط هي من تؤثر في الاتجاهات الصاعدة لأسعار الذهب، بل أن توقعات أسعار الفائدة في البنوك المركزية حول العالم إلى جانب توقعات تباطؤ ملموس في الاقتصاد العالمي يرتكز على تباطؤ الاقتصاد الصيني، كلها مؤثرات إيجابية على أسعار الذهب. والانخفاض الذي شهدناه يعتبر حتى هذه اللحظة انخفاض تصحيحي، وسببه كما أشرنا هو عمليات جني أرباح من مضاربين. لا أستثني حصول تذبذبات كبيرة في حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لكن بشكل عام الاتجاهات الصاعدة ربما تستمر لأسباب متعددة ولا تقتصر فقط على تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. نعم سركيس، تابعت الأسهم العالمية والأسهم الأمريكية على وجه التحديد في إغلاقاتها التي جاءت متراجعة قرب مستويات تاريخية، ورأينا كذلك التأثيرات على بقية الأسهم في المنطقة. هل هذه المسألة مرشحة للاستمرار على هذه الوتيرة، أم أنها مثل الذهب من الممكن يعني أن تحدث نوع من التوازن؟ الآن المتداولين حساسون جدا لأي مؤثرات في الأسواق المالية العالمية، والمضاربة لها دور كبير في الحركات التصحيحية التي تحصل بين الحين والآخر. لكن أود التذكير بالاتجاهات الهابطة التي حصلت خلال 2018 و2019، عندما كنا نتحدث عن الحرب التجارية وكيف مؤشرات الأسهم كانت بين الحين والآخر تنخفض، وكانت الانخفاضات أيضا قوية في بعض الأحيان، لكن سرعان ما استمرت الاتجاهات الصاعدة الإجمالية،
وهذا يذكرني الأمر في نظريات الأسواق المالية ودورات الأعمال. ومن هذه النظريات نظرية تشارلز داو الذي أشار فيها إلى أن الاتجاهات تستمر حتى صدور بيانات أو حصول حقائق تثبت عكس ذلك. وحاليا الاتجاه الصاعد مستمر منذ سنوات، وهذا أيضا ما يعطيني انطباع بأنه لا توجد تأثيرات كافية حتى هذه اللحظة تدعم انعكاس تام أو كما يدعوه البعض انهيار في أسواق الأسهم. فالانخفاضات التي حصلت لا تتعدى 23% من آخر موجات صاعدة حصلت على سبيل المثال في مؤشر داو جونز، ولا تتعدى 18% على مؤشر الاس ام بي، وكل هذا يدعى تصحيح. فالاتجاهات الصاعدة الإجمالية ما تزال قائمة، والمتداولون يتوجهون لأسواق الأسهم ليس فقط بالنظر إلى وضع الاقتصاد العالمي، لكن يتوجهون لأسواق الأسهم، وإن كنت أتحدث عن الأمريكية على وجه الخصوص، فيتوجهون إليها مع توقعات استمرار السياسات التحفيزية من عديد من البنوك المركزية حول العالم وحتى الفدرالي الأمريكي الذي يثبت الفائدة. فهنالك أيضا احتمالية بأن يقدم المزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهذا ما قد يبقي على اتجاهات أسواق الأسهم ضمن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية مرة أخرى، مع عدم استبعاد حصول تذبذب كبير وربما مزيد من التصحيحات بين الحين والآخر. إذن شكرا لك سركيس تشوبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.